عاشوا اللمة خلوا يتنفس خففوا لي ضغط وين الإسعاف فصلوا كذبوا قولوا يهود انطخ من طخوا من التمين يتهبل عبعض بس العرب اللي تخيل عبعض سيبك منهم أنا هون بس أنا وياك ذاكر لوستاس في حصة الرياضيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وpeace and love وتحية كبيرة لكل الناس بيسمعونا على وبيشوفونا الآن على اليوتيوب buckle up and man oh man oh my god صراحة لو أنا يعني خططت أكثر من مرة إيش هي الانترودكشن المفروض تنقال I will try my best ضيفنا اليوم أعتقد لولا هذا الإنسان أنا ما كنت حكون موجود يعني in a way or another I'll tell you why لأنه أنا بدأت أصلا رحلة في 2007 بدأت كثير ناس بيسألوني كيف بدأت حبك للراب وما أعرف إيش بدأت بحبي للراب الهيب هوب عامة بحبي للراب العربي so ما دخلت يعني زي بقية الناس على بيجي أو توباك أو whatever لا بدأت في الراب عامة بالراب العربي and I got into it and then I studied وبدأت أدرس الباكس البيجيز الجريت وبدأت أخوض في ثقافة وحركة الهيب هوب فلما نتكلم عن الراب العربي ما نقدر ما نقول تامر نفار ما نقدر ما نقول دام ما نقدر ما نقول إنه الإمباكت والتأثير اللي هذا الشخص اللي هو عطانا من وقته الآن واقف قدامي أو معانا الآن في هذه المكالمة صعب جدا تتكلم إنه في راب عربي وما تقول اسم تامر نفار طريقة كتابته أداؤه الفلو المواضيع اللي بيتكلم عليها الأشياء اللي قدر كسرها من خلال الموسيقى وسو اون ففي هذه المقابلة أو المحادثة هذه صراحة أنا صراحة حابب أتعرف أكثر على تامر ونسأله بعض الأسئلة قد تكون شوية philosophical بس إن شاء الله نقدر نستفيد منها فمان أو مان تحية كبيرة لك تامر نفار سلام شكراً على الانترودكشن شكراً لا لا تستاهل أكثر من كذا believe me اليوم كله بحضر في الانترودكشن أول شيء تامر أنت كيف حالك؟ تمام الحمد لله I'm just يعني إحنا بالعربي لكل المقابلة صح؟ عربي يا من مبسوط مرتاح تمام يعني لما أقول لك كيف حالك إنه من جد I'm asking كيف حالك؟ إيه كتير منيح بمرحلة بحياتي اللي أنا مرتاح هذا إشي اللي هو جديد يعني فأنا كتير يا لا. كتير مرتاح محل مبسوط ويعني لو تسألني قبل 20 سنة وين بكون اليوم ما كنتش بتوقع إنه كنت دائما أقول بعرفش وين بكون بس بتأمل تكون لي نفس الطاقات وأنا بس مبسوط إنه لساتني دريفن يعني واو وهذا اللي بيجيني على سؤالي الأول خدنا يعني تيك زي ما يقولوا باك على الغرفة غرفتك لما بدأت بتسمع توباك تأثر بتوباك سؤالي إيش هو الكونكشن للهيب هوب وإيش الكونكشن مع باك يعني إيش اللي ربط شخص في اللد في فلسطين مع توباك إيش كيف صار الربط الصورة بالأول قبل الكلمة منه إنجليزياتي ما كانوش كتير مناح يعني أنا بقى مجبور أقول يعني إنه أنا قبل إحنا عندنا الامتحانات بعينوهم بالوحدات ثلاث وحدات أوطى إشي وخمس وحدات أعلى إشي أنا قبل توباك كنت أخذ 50% بالثلاث وحدات بعد توباك صرت أخذ 100 بالخمس وحدات فهناك دي يعني فهو الصورة أول إشي الصورة الفيديوز وقتها كان الام تي في كتير إشي اللي هو بكل بيت تعرف صح كان إشي جديد يعني وما كانش انترنت لسه كان انترنت موجود بس بمكتبة البلدية بالرملة فباليوم اللي حتى الصراحة سهيل أخوي هو كان أكتر دائما يلبس عريض ويحب الفريش برينس ومسي هامر كان أكتر يحب هذا الإشي وأنا يعني سوري إنه الجاد فادر تبع الراب كان يحب باكستريت بويز توباك يعني أعتذر We all were there. Yeah. تمام شعر نيك حلو. Is it Tamer? Was it rage? يعني كان هل أنت connected مع الغضب حق باك؟ يعني زي ما قلت أنت الصورة which is really nice what you said. بس هل كان كمان غضب أو فلسفة توباك بعدين؟
بتعرف كيف لما كنتش فاهم الكلمات كان إشي بال يعني إذا بتطلع كان عندك روتانا وام تي في وغاد بليس كل محطة يعني بتقدم فن كان بحبه أو ما بحبهاش هلا مش هاي المشكلة أو غاد بليس الفنانين بشكل عام. بس إنه أنا متذكر مثلا كان يكون أغنية لحكيم يلحق واحدة بالسوق ويغني لها وهي تهرب منه وتتخبى عند الخضرة وهم يخبوها ويضحكوا. That shit will never happen in my hood. بقتلوها وبقتلوه فاهم. فمع إنها كانت باللغة العربية ما كانتش لغتي. وبعدين شفت توباك فيديو لتوباك اللي هو هالا إف يو هير مي اللي هو مع انترو مع مقدمة تبعت أول شيء الفيديو أبيض وأسود بأخذ الولد على 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 سيارة بوليس بيحبسوه ورا كنه وبعدين بيجيبوا شباب ومبين حارتي مع إنها كانت بالإنجليزي كانت أكتر لغتي لغة الرياليزم كان. فهذا خلاني أتشجع أعرف أكتر عن هذا الرابر يعني أو عن الجانر هذا وصرت أروح أكتر على المكتبة أعمل أفتش 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 وكان في موقع لليوم موجود ولليوم بدخل عليه 23 سنة يمكن أنا الوحيد اللي بدخل عليه اسمه ola.com قبل جينيوس وكلهم كتير بدائي الموقع بس إنه موجود وبس صرت أروح هناك وأطلع الليركس وأمسك قاموس حتى عندي بأغنية توباك in my head dictionary in my hand هذا هيك كان. وصراحة اللي قلته أنت كمان يمد بصلة كبيرة بأنه كيف أنت الآن يعني أنه يعني زي ما نقول الايكونيك 3 objects اللي كانوا في الباكباك حقتك في المدرسة اللي هي كنا نتكلم على الديكشنري الووكمان الكاسيت صح this is the backpack حق تامر نفار. إيش الشغف لك؟ يعني أنت مع كل هذا الشيء إيش الشغف هذا؟ أنت بالباكباك what is passion to you؟ إيش يعني الشغف؟ passion أجت قبل توباك الشغف أجت قبل توباك يعني إن كان أرقص زي مايكل جاكسون وأنا صغير إن كان أعمل المون ووك إن كان بمرحلة معينة أطول شعري زي عمرو دياب you know فاهم الشغف تبع المنصة وال وانه طلع انا ولد ما كان بالسنتر ما كان مركز فاهم وكمان يعني تعال نقول يعني نسبه لكل اصحابي يعني I wasn't the best good looking يعني فانا كنت اقل واحد فيعني دائما كان عندي فدائما كنت اخاف هذا كمان جذبني بالهيب هوب دائما كنت اخاف انه اصحابي اروح اقعد مع اصحابي ويحكوا علي اشياء مثلا على شكلي او شيء زي هيك فكنت احضر جمل قبل انه اذا حد حكى it يعني it was like a battle before I even knew what a battle is يعني yeah wow فوصلت وضع انه يعني no one will fuck with me انه لساني دائما جاهز quick كنت مجبور ادحش حالي بالسنتر احاول اكون بالسنتر وكان لي كتير صعب وفي اشي بالهيب هوب ساعدني أكون بالسنتر حتى يعني أنا كنت قبلها لاعب كرة قدم هذا كان لي بروفيشن تبعي أنا كنت لاعب كرة قدم بالليج حتى كنت كتير منيح لدرجة إنه أخذوني من كنت كتير منيح بالصغار بالعمرهم 15 كنت السنتر المنيح أحسن واحد فنقلوني للكبار للليج الكبيرة وهناك بطلت سنتر فأي جست كويت ضعت بالكبار أي جست كويت فبفكر psychologically يعني أنا اخترت موسيقى اللي ما حد بيعملها ما كانت موجودة بتاتا إنه أكون الأول فا I really had to push my way to the center يعني بفكر هيك هذا الشغف تبعي كان هذا الجوع تبع هاي الحاجة تاعتي حاجة شغف جوع it's a cocktail يعني yeah but 20 plus years later الشغف هذا لسه موجود ما هو بالأول بتفكر إنه هذا احتياج بعدين بتفهم لا مش احتياج بعدين جوع ومع الزمن بتفهم انه I don't need this drama I'm just driven انا عندي شغف I have any يعني مش مهم لو اني يعني اليوم على القليلة بفكر اني لو اني انولدت بالسويد عينين بيض وزرق I will still kick it in hip hop يعني او بإشي تاني فاهم بس هاي زي موزة بتقشرها شوي واو صراحة look تامر I don't think كثير ناس يعني they can crack the code يعني في code معين whatever it is أنت you're able إنك تقدر to reflect أو تضوي على واقع معين موجود okay سؤالي لك هو هنا
وما شاء الله يعني انا بس بتكلم معاك بخترع اسئله صراحه جديده. كيف كيف صار يعني explain to me او فسر لي الدعم الدعم المتنقل من جيل لجيل لك انت؟ انا مثلا من يعني 2007 و2006 من لما تعرفت عليك I'm like whoa. بعدين في كثير ناس حنتكلم عن هذا الموضوع عندهم مثلا اولاد صاروا لا لازم تسمع تامر نفار لازم تسمع دام. ايش تفسر الدعم المتنقل للاجيال هذه لك انت كتامر نفار؟ how do you explain it؟ تفكر فيها ولا لا؟ انه بكون صريح يعني I بغير ابطالي. I change my heroes and my inspirations. I keep changing. يعني طلع في ملان فنانين بالعالم. انا بسمعش توباك اليوم تقريبا. يعني يمكن اذا بسمعش توباك اليوم يعني لا بسمع بس مش اشي اللي بسمعه. انا بسمع الجديد. انا بسمع ايش في جديد اليوم. يعني انا اليوم يعني اليوم انت بتحكي يمكن اليوم انت بتحكي اذا بتروح تحكي مع رابرز عمر اجداد معروفين عمرهم 18 19 بيقولوا لك احنا كنا انسبايرد باي تامر. اذا بتسالني بقول لك ام انسبايرد باي ذم. فيعني بضلني اغير انسبيريشنز طول الوقت مش عشان اذا تكتيك بس بحب انوع واتجدد. يعني ايش الديفرنت ستيجز ان يور لايف انت از ا كيد از ا فادر بالنسبه للناس اللي كنت تسمعهم؟ هل تغيرت؟ قلت ايوه بس مثلا as a teenager هل كانت توباك stayed with you بقي معاك لحديت متى؟ توباك بقى معاي وبمازال معاي بس يعني توباك بقى معاي لحد بالباشن تبعه بالغضب تبعه وكيف كان يصرخ على العالم. yeah. توباك كان نايتمير للساوند انجينيرز يعني ديستورشن وكله بس هذا الباشن تبعه هذا الاشي تبعه. I think إنه أكتر تركت اتجاه توباك لما تعرفت على إنه غير الغضب والقصة في 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 إبداع وفن. ما بقول إنه توباك مش مبدع طبعا مبدع ولكن إذا بدك تيجي تحطه جنب ستوري تيلينج تبعه بيجي فجأة صرت أروح أكتر لبيجي. فهم يعني مثلا توباك يعني بقدر أقولك مثلا توباك علمني أصغي أسمع في إشي هون. أقدر أقول لك بيجي علمني أحكي القصة منيح. ناز علمني أقرأ. إمينيم علمني to rhyme for example. فيو كيب من كل واحد بتأخذ شيء زي أصحاب بتلاقيهم زي الكتاب الخيميائي مع إنه بحبوش الكتابات بس يعني كل مرة بتأخذ من حد إشي I think and you always wish to give back. أنا دائما بقول دائما لما نعمل جولات بأمريكا بقول يا ريت أقدر أرجع للكالتشر زي الكالتشر الأفريكان أمريكان exchange cultures عن عمل. يعني انتوا اعطيتوني كتير كتامر يعني فانا كتير بحب اعطيكم عنا من الشرق. wow. ما بعرفش الجواب. it's no I love it. انا دوبي كنت بتكلم عن هذا الموضوع actually just now. I think the world is catching up. يعني هو yes it's an American art form بس العالم كثير ناس حتى امريكان you know بيقولوا انه الراب الانترناشنال ان كان اوروبي عربي افريكان is catching up in terms of the essence of it. كنت بتكلم مع brother Ali من سنة تقريبا تكلمنا مع بعض وقال تشبهوا بعض على فكرة شوي. shout out to brother Ali man والله إنسان جدا مهم. so he said to me that the next big rapper is coming from the Middle East or North Africa region. يعني هو he said هذا هو اللي قاله. ف لما سألته إيش يعني big rapper قال لي هذا هو ليه. قال لي لأنه المعاناة هناك. Look at the Middle Eastern countries. شوف إيش بيصير في أفريقيا وشوف المعاناة وشوف الهيب هوب أصلاً كيف بدأ. $100 على MCA هلا. man. شارت MCA عبدول. yeah. Look talking about that. تامر أنت لما تشوف لما تطالع أنت على الإنستغرام حقك وتشوف إنه أنت واو قدرت من هذه الغرفة بدأت وكيف التطور اللي صار وتطور الراب العربي الآن صار وتنوع الراب العربي الآن لأنه إنه أنا وإنت نعرف إنه الراب العربي أول ما بدأ كان طابعه سياسي. I struggled with that a lot in the beginning. لما بدأت مدونة اسمها ريفولت في السعودية one of the most conservative countries in the world إنه كان الراب العربي بس سياسي هذا البوكس دحين طلع. هل أنت مبسوط؟ كان بالسعودية كان no. I mean أنا لما بدأت المدونة كان اسمها ريفولت
بداتها قبل بي ديدي جست تو بي اونست يعني يو نو سو قبل سو ريفولت كانت كومبينيشن وكانت كومبينيشن بين تو ووردز يعني فولتج وريفولوشن حبيت انه تو ستاند اب اجينست ذا شيت ذات وي هير على الراديو anyway كان البوكس حقه سياسي اغلبيه الراب العربي دحين طلع هل انت يعني كيف احساسك لهذا الموضوع انت مؤيد لهذا الشيء التنوع الان ممتاز انا بفكر ان التنوع ممتاز انا وبفكر انت كتبت ستوري كتير منيح قبل شوي عن الموضوع كمان انت كتبت عن الموضوع وبفكر انه صح يعني انه احنا ممنوع نحب كل شيء بس مجبورين ندعم كل شيء يعني وطبعا هذا الايفولفينج هذا السيرفايفينج تول هذا مش سيرفايفينج حتى هذا ايفولفينج اكبر من هيك طلع انا بفكر الانسان متنوع صح انا بفكر الانسان متنوع انا بفكر يعني على سبيل المثال اذا لقيت انا رحت على كلب ب ب ب انا ساكن هون تعرف بالداخل كلب أيوه. هون تقول على سبيل المثال مثال على الاخر تل ابيب ايوه تمام واحد ام جوينج تو بارتي فهي عندك 50 سنت ان ذا كلب براسي واحد اثنين فتت دمشي فوتوني على الكلب عشان اني عربي فهذا اتس ريسيزم هلا بصير ريسيزم بعدها استنى شوي هذا الكلب كان على ارض جدي من اساسه فهلا صار ريزيستنس وصار كرامه بعدين بدي افوت جوا بدي اتحركش البنات طب ليه تتحركش بنات عربيات على سبيل المثال عشان عندنا المجتمع بيسمحش فذات سوشيال بس كله شفت بارتين كله احنا بني ادم واحد احنا في عندك ملان اشياء بداخلك وانا دائما كمان كنت بحب كنت احب هذا الاشي ما كنتش احب هذا الاشي كنت اقول دائما للرابرز على القليله قبل ما يصير متنوع كنت اقول لهم احنا قاعدين هلا باك ستيج عم بنحكي على كليب نانسي عجرة من جديد وبنحكي عن ميسي وبنحكي عن مارادونا ولا بدنا نطلع على المنصة وكلنا بدنا نصرخ فري فري بالستاين اتس مش يعني اتس نوت ذس از نوت اس يعني عشان هيك دائما دائما كان مهم لإلي ولدام انه نكون كمان انترتيننج كثير بحب اضحك كثير بحب نهتم باللبس اتس مع انهم سمول نيوانس يعني بس انه مهم لإلي انترتينمنت بحب هذا الشيء كمان Oh, it's definitely entertainment. Definitely. Yeah. أحلى كومبليمنت أخذتها أحلى كومبليمنت أخذتها كنت مرة بتور بأمريكا وعرضت وواحد كتب مقال كتب فيها إنه أنا يعني if إيش كتب if Chuck D محمود درويش and Cartman from South Park have a kid that's Tamer Nafar. فهم فايتس. Wow. عشان هيك كان لي عشان هيك إذا بتروح لأول ألبوم وفيش لي أول ألبوم هيب هوب عربي إهداء. رح تشوف هناك أغاني زي يا سيدتي yes. أشياء زي اللي هم لا أعتقد يعني إنه بعرفش قديش من طلعوا كوميرشل ومناح ولكن على القليل الضرورة إنه نعمل أشياء تانية كانت موجودة يعني واو مان أنا صراحة الآن I can't just أنا مش مصدق إنه نحن we're having this conversation أنا لأنه أنت ما شاء الله التأثير حقك جدا كبير مان وستيل قاعد اوكي ليتس جو شويه فيلوسوفيكال كويشن كنت بفكر فيه في سؤال دائما بينطرح اوكي بس انا حابب اتحدى هذا السؤال هل ممكن اغنيه تغير العالم او تغير تفكير او يعني تاثر بطريقه ايجابيه مثلا تغير وضع معين از ذات ايفن ا فاليد كويشن هل هذا السؤال اصلا ينطرح انا الفلسفه حقتي انه انا ما اعتقد انه سوينا أغاني بالكثرة عشان نقدر نغير يعني بالطريقة اللي بقولها أنا إنه we need لسه more music now وتامر نفار أنت where do you stand in this خاصة إنه أنت بخضم وفي نص هذه المعركة إنك تغير متأثر وتعمل تأثير وهذا صار طلع عندي مليون جواب على الموضوع هذا أول شيء لما قلت تغير تذكرت أنا من جوني ماشي بدل ما غير العالم بغير حفاضات yep. يعني فهم هذا واحد اثنين في عندي أغنية ما طلعتش لسه اللي فيها بحكي إنه اللي هي نقاش بيني وبين واحدة اللي هي أنا معتزل الغناء عم إنه بيغيرش وهي عم بتحاول تقنعني إنه لا الغناء بيغير تعال ارجع so get your microphone وغير العالم شيء زي هيك وهناك أنا بقولها إنه الفن هو بس البلاك بوكس البلاك بوكس تبعته الطيارة لما ديزاستر يصير بالبلاك بوكس بيجي وبقول لك إيش صار
احنا مش كابتن، الفن مش كابتن يوقف ويغير. We just document. هيك أنا بحس مرات. Yeah. Documentation. أنا بفكر عشان تغير. تعطيك بعدين مثال. هلا تعطيك مثال متشائم. بعدين تعطيك مثال متفائل. Sorry إذا جواب رح يكون شوي أطول. لا لا. Go. المتشائم أنا بفكر إنه عشان تغير العالم بدك تكون دولة وبظهرك دولة إلها جيشها، وبدك تكون إلها مبادئها وإلها سياستها وإلها السباينج تاعها. هدول بغير مش بغيروا عالم، هدول بغيروا دول وغيروا دول كمان. فاكس. That's not يعني إنه. فاكس. فهذا واحد. الفن هو الإشي اللي بينفسنا مرات. منفس ممتاز and it's a great therapy. تعرف الثيرابي ما بغير لي التراوما، بس الثيرابي makes you deal with it. صح. بس بدعطي هلا مثال شوي صغير. يعني إحنا بال 2003-2004 كنا نعاني بالحارات العربية من كثير أشياء، من هدم بيوت، من سموم، من إجرام. وواحدة من الأشياء إنه كانت أكبر مفرق سكك حديد قطار. Yes. 300 قطار يمرق باليوم، وشي 14-15 طفل ماتوا على القطار. عملنا أغنية اسمها هنا انولدت بالعبر، عملناها وعملنا حواليها ضجة وعملنا تور. هاي جابت كتير إعلام مستمر، ولما عملت تور جولة عملتها للفنانين، وصاروا الفنانين كل مرة بعد أسبوع أسبوعين ثلاثة أربعة نص سنة كل حد يسألهم يحكوا لهم عن الليد. فصار في ضغط على البلدية وبنوا جسر من 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 هاي العملة، ومن وقتها ما حدش مات. فهاي تغيير بسيط وباخده أز كريديت للفن يعني. Of course. بس كتير يا بس بكبير العالم عشان يغير بده spying shit agencies. You need more songs like this. yeah. لا بس I فهمك أنا وأنا شاكر لك أكيد. بس يا هذا السؤال دائما ينطرح و I loved your answer، لأنه وشفتك أكثر من مرة صراحة تطلع على التلفزيون بيسألوك دائما أسئلة بيقول لك what am I supposed to do، تقول لهم أنا قاعد إيش المفروض أسوي. Do you get scared؟ بتخاف؟ هل في خوف؟ تامر نفار يخاف؟ طبعا عندي أغنية كاملة على الخوف. أنا عندي أغنية اسمها No Fear. No Fear. ما مش حتىش ما كبراتش، بس this song is for me يعني. كان هذه الأغنية لإلي يعني. كيف تتعامل مع الخوف يعني أنت كتامر؟ كيف بذكرني أبعت لك إياها بعدين. بس هي كتير كتير بضحك. بس هي كان عندكم موضة No Fear دورتك إياها. Of course. Yeah No Fear the brand. Yeah. Oh, there you go. عن جد. على هاي الأغنية عليها عطائية. على ال... Yeah. Of course. I used to wear it. Yeah. مع العينين هاي. صح. فأنا جيت بأنه الأغنية اسمها No Fear and it's based on الطائية هاي. إنه أنا بفكر على القليلة. على القليلة هيك التفكيري. إنه أنا بيطلع بسنة 97 للألفين يعني كان كتير قتل باللد. الليد كانت رقم واحد بالسموم وبالقتل بكل الشرق الأوسط. يعني التوب شيكاغو آخر فترة وي توب شيكاغو يعني إحنا ثلاث أضعاف نقطة واحد من شيكاغو يعني. فأنا رجعت شوي لورا وتخيلت إنه ولا مرة بكينا أصحاب، ولا مرة عيطنا، ولا مرة ممنوع تعيط زلمة يعني، ممنوع نخاف. وفكرت إنه كنا فجأة جتني إنه كنا نلبس No Fear as a statement يعني نسوي No Fear. بس بمرحلة معينة الواحد على قليلة أنا كبرت وبلشت أحس إنه إذا أنت حاطط إذا هون الباب وأنت عم بتقول للخوف ما يفوتش، بس كمان الحب بيفوتش، التسامح بيفوتش. ولا إشي بيفوت. It's just one door. فخلص بيصير أوكي حلو. الخوف حماني كتير، بيعمل لك reflexes. ومثل ما قلت الخوف إنه أصحابي يضحكوا علي خلاني أتدرب بالدار إنه to be sharper and that protected me. بس تخيل حالك يعني أنت بحرب ماسك درع وسيف، والحرب خلصت بعد 20 سنة وأنت بعدك ماسك الدرع والسيف. بس dude there's not there, it's فاهم ليش it's just ليش فتقيل حمل هذا. فبالأغنية هاي قررت إنه فقط يعني as a therapy session بدي No Fear، بدي أقول للفير طول وقت. الفير كان بده يحكي كنت أسكته تعال take your 15 minutes of fame and shut the fuck up واطلع. وبخلصها بالآخر إنه عم بعلن لك إنه رح تضلك عايش فيه خوف، بس أنا رح أبطل أكون عايش فيك يعني. I was living inside of the fear the whole time. فاهم يعني؟ أعطيك مثال يعني إشي صغير يصيب
إشي صغير يصيبني يعني. واحد يكتب بالفيسبوك كومنت والله بتشوف وشيز كل يوم بيكتبوها. For me أي واحد it's لازم أكون careful هين ما هو صاحبي كان ماشي وقتلوه من غير ما ينبه فجأة بتصير وبنفعش تكون it's like an alarm تعرف الالارم شو بيسموها تبعت السيارة الانذار صف yes yes yeah انذار لما يجوا حرامي صح الخوف زيها الخوف زيها إذا 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 بيجي حرامي it's good إذا بتشتغل بس بنفعش كل دبانة تمرق تشتغل فبس طبعا الخوف بخوف I think تامر I speak again بتكلم من وجهة نظر ك عشان كده متحمس كمان للقاء إنه من وجهة نظر كخليجي يعني كواحد this is why I love you وأنت what you did لأنه أنت نقلت واقع من خلال راب أو من خلال موسيقى أو من خلال فن قدرنا نعيش هذا الواقع أنا كحسان كسعودي أقول لك إياه بصراحة ما كان في أخبار عن فلسطين في السعودية this was it that's why I love hip hop I got to know about فلسطين من لوكي بداية وشادي منصور and then I got to know you and this is where my news outlet فلسطين okay let's go فعشان كده أنا دائما مستمر في هذا الموضوع إنه في كثير ناس بس لكن الآن مع الإنترنت is different بس أنت اللي قلته الآن الله يحميك يعني هذا اللي بيقولك عليه في ناس تحديت الآن تامر they look at you in a crazy way وأنت وأنا أدري إنه في كثير ناس بيبعتوا لك messages و DMs بس أنا بقول لك هي أنا اللي بيوصل لي ليه أنا حتى قبل هذا اللقاء crazy the amount of impact اللي أنت كشخص solo قدرت تسويها بأغنية ببار بverse crazy ف الله يحميك يعني you know just that's all I can say يعني أكثر اللي بتحكيه أخوي عن جد شكرا it's facts bro كلمني عن ليد شوي you know أنت take me through it from a perspective of the smells of it the paint a picture before hip hop يعني you know ال details house vibe the energy what's ليد like ليد بلد مركب كتير ليد هي كانت هلا بدي احكي على رسميات وعلى ورقة شوي ليد هي كانت فلسطينية لحديت ال 48 ما بحكي عن هويتنا هلا انا بحكي على الجغرافيا ايش بيصير بالعالم حد ال 48 بال 48 طبعا فاتوا البلماخ والليخي وذبحوا وهجروا وقتلوا واليوم اعتقد احنا واقفين على أعتقد 70% يهود 30% عرب ومن العرب نفسهم كنت بفكر يعني قديش يعني قريب 20,000 25,000 عربي كنت بقول يمكن خمس عائلات ست عائلات أصلهم من اللد الباقي كله هجر أنا مش من اللد محمود مثلا 100% من اللد أنا مش من اللد أنا سيدي من يافا طردوه من يافا لأسدود من أسدود طردوه كان المفروض يطردوه على عمان وقف باللد شوي وأعلنوا عن دولة إسرائيل وعلقنا باللد يعني فيعني وبحبش أروح على إنه الفلسطينية اللي بالداخل ضلهم عشانهم أبطال وصامدين we got lucky honestly يعني مش إنه اللي خاف هرب وال يعني سيدي لا محارب ولا شيء by luck فهم literally luck يعني it's just one minute before one minute after يعني فيش فيها بطولة كلنا victims هناك فهاي الليد هلا الليد تركبت هلا صار مع الزمن انه العرب عم بحاول ألخصها بس صار مع الزمن انه العرب يخلفوا كتير يخلفوا فعم بتذكر الالبوم تبع شو اسمه Fear of a Black Planet yeah, yeah, yeah. هيك اشي فهدول صار عندهم Fear of an Arab Lid ليه عم انه المطار الرسمي هو هين بن غوريون ايربورت هو مطار الليد هو كان مطار فلسطيني بالقبل يعني صح هم من ما بنوش دولة هم من أخذوا دولة جاهزة هم من أخذوا بنية تحتية جاهزة yeah. they took over a building yeah. فعشان يحاربوا الديموغرافية العربية صاروا يجيبوا يهود من روسيا يهود من أثيوبيا يهود من بخاريا يهود من أوروبا فهاي اللخبطة هيك صارت وإحنا تهجرنا من يافا في بيدو تهجروا من السبع هدلاك تهجروا من الشمال فصار كوكتيل ثقافات كوكتيل ثقافات اللي كان ممكن يكون جميل لو انه بنيويورك وين بتمرق بين تشاينا تاون بتميل على الشمال لاكل لبناني بس تحت حكم عنصري بصير عندك اصطدامات
واللي زاد التيم بله انه قبل 10 سنين 15 سنه بلشوا يجيبوا موجه مستوطنين يجيبوهم من من الضفه من تعال نسميهم من 67 هذول ويحطوهم بيناتنا تيهودوا البلد. فهذا الاشي بيخلق بلد اللي هي فيها عربيه اقليه جدا ضعيفه من ناحيه اقتصاديه شغل تعليم كمان مرة الليد بلد صغيرة وكانت fucking number one بكل حارات سموم بكل الشرق الأوسط. Yeah, crimes وجرائم و yeah. And then they ask me why you like hip hop. والله this is what I was gonna say. أنا لما شوفت slingshot hip hop shout out to of course you know Jackie and the team. هذا أول شيء طلع في بالي. هذه أول كلمة أنا I impacted me. لما أنت كنت في الغرفة بتقول هذا الكلام كله and they tell me you know this is black public enemy da 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 and they ask me why I like hip hop. I need to change my لازم أغير كلام. No. Facts. ويرجع الموضوع هذا ندل على شيء كمان دل إنه this is the facts. بس from a teenager أنت لما كنت تطلع يعني when you spend time كنت تشوف إنه يعني كنت لاقي مخرج. هل what did you dream before again hip hop انت كتام الله طفولتي كانت يعني شبابي مراهقتي كانت جدا جدا غريبه it's blending ان هذا كان كتير صعب يعني انت بتحكي انا عايش بحاره واحده من الحارات الصعبه وحتى جوات ال يعني في 50 لون للجراي زي ما بقول جوات الحارات الصعبه كان بس كان عندي بيت اللي مش اذا ببيع سموم او اذا 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 بيكون معي سلاح ابوي بيدعس ببطني او امي بتتكسر اذا سبيت كلمه وسخه فكان عندي بوليس داخلي براسي كان ابوي وامي زرعوا بوليس براسي فانا كنت اكثر واحد هلا الشباب اللي حوالي كلهم كانوا مش قلال فاعطيك مثال إذا لا سمح الله إذا لا سمح الله أنت فت السجن وانسجنت تقدرش تزور ولا أي إنسان عشان صار عندك ملف فأنا هاي دائما بقولها I was so far from crime إنه ما كانش عندي ولا ملف بس I was so close to crime إنه أنا كنت دائما ألفلف وأزورهم كلهم عشان أنا الوحيد اللي بيقدر يفوت عندهم فاهم على السجن واروح واتنقل من هاد لهاد واجيب لهاد سجاير هاد كانتينا ما انا بقولها بسوبر لانسر كانتينا كانتينا ما بعرفش اذا بتستعملوها عندكم كل كانتينا بتدفع انت للسجان والسجان بقول له هداك عندك 200 شيكل فهو باخذ كانت مالبورو وريفر ذا فاك فدايما كمان هذا الشيء كان يحطني بي يعني المره هذيك قبل ايش المره هذيك قبل 5 سنين طلع صاحبي من السجن طلع صاحبي من السجن 5 سنين مش شايفه قلت له تعال زمان ما شفتك تعال وتغيرت الحياة ويعني تعال هلا تامر نفار غير تعال I'll take you around يعني واخدته على محلاته كله وقعدنا وضحكنا وشربنا وانبسطنا وقعدنا نتذكر الطوش الفايتس اللي كنا نفوتهم تذكرنا الأولى الثانية الثالثة الرابعة سكت هيك بقول لي بتعرف هلا بفكر فيها إنه كل الفايتس اللي كنا نفوتها أنت كنت تبلشها I really needed to. هم من I was so charismatic إنه هم يلففوا معي and they want to act good بدون مش يعملوا مشاكل جنبي. I wanted to show them إنه أنا مش ابن الماما والبابا. I used to start المشاكل. فهذا I was juggling the whole time. فهاي هي طفولتي يعني ما بعرف كيف ما بعرف كيف كان عندي حلم أكون لاعب كرة قدم وأكون رابر وموسيقي. وبالليل ألاقي حالي بفكفك عجل سيارات عشان أنا بدي واو yeah look life is not to be life is not made you know, because نحن we're in boxes I think أنت قدرت تخرج هذا البوكس وكل ستيريوتايب وكل شيء again you know it happens by the way it happens in every single time حتى بأشياء جدا صغيرة المدى مثلا في أولمبيكس دحين بتصير في سباح تونسي فاز عمره 18 سنة he was not in the discussion ما كان موجود فاز right so history صارت yes it's like I don't know 3 minutes whatever بس إنه
ما كان ما حد بيتكلم عليه وكل الناس ما حد they don't know who you. بس لما بدأ في آخر شيء بدأ إنه oh who the hell is that صاروا يطلعوا إنه oh okay let's have a biography مين هذا الموضوع. فأنت you were able to write your own I think future Tamer B ب ب بالطريقة اللي أنت سويتها. والأهم لي أنا في مثل جدا بسيط يعني بدوي هو إن الإنسان الذي لا أثر له لا حياة له. Yeah. So it's أنت you're able to impact والإمباكت حقك أنت led to حركة الراب العربي. حركة الراب العربي اللي هي متنوعة وبتأثر بكثير من الناس ولسه في ضغط كبير من الشركات. ف your impact is beautiful. I just want to say something, and again, يعني اعذرني يعني إنه I have to say it. I'm Fawzi is proud of you. Oh, الله يرحمه. الله يرحمه. I'm proud. I know that. كيف تتكلم أنت عن والدك الله يرحمه؟ and كيف هو تأثيره؟ في قصة جدا أثرت فيها إنه كان لما كان يروح يحضر حفلاتكم, you know, and he is physically maybe not able to. I think, yeah, كل هذه الأشياء تامر أثرت فيك أنت وبعدين أنت تأثيرك في العالم. فI just wanna say, you know, definitely a big prayer to his soul. That story impacted me, and I lost my father in 2005, and I hope they're all up there looking at us down now, you know. Proud. Yeah. يابا في السماعات فوق. يعني بسأل إذا عنده speakers إذا بسمع الموسيقى and stuff يعني. Yeah. وهذا الشيء صراحة إن يمكن يربطني فيني وفيك. أنا الوالد توفى, يعني أنا توفى الوالد ما كان عارف أنا بسوي لا حركة هيب هوب ولا شيء. He passed away. I had an afro and he's like, أنت ما بتكلم إنجليزي you're ignorant وما عارف إيش. Now I just hope he looks down. يعني ف big up to you man. I know that he meant a lot وكان hero لك وكان شخص داعم. I loved what he said about إنه كل شيء قلته أنت. يعني كان في خطاب لك وقلت إنه ابني بيسوي موسيقى والله أعلى اللي في خيلك اركبوه, and he felt that. What can you tell me about Anfouzi? الحج أبو تامر طلع هي أول شيء الله يرحم والدك كمان. أمين. وأبو حسان. أبو حسان الله يحميه شيء الله يرحمه. وأنا بفكر إنه هذا السؤال إذا أهالينا proud of us ولا لا أو هذا, أنا بفكر إنه باللحظة اللي الإنسان بيوقف بقول I'm proud of what I'm doing that's هناك كل شيء بوصل خلص يعني. وأهالينا بيعطونا إرث منيح والعاطل يعني. صح كمان هذا جيل اللي هو ما عندوش كل الأدوات اللي موجودة اللي انت عم تعطيه لابنك اليوم ولا انا عم بعطيه لأولادي اليوم. يعني احنا تربينا غير. بس I think تامر, I think ال يعني all this energy اللي انت تتكلم فيها, believe me you're impacting kids from Saudi Arabia to Somal, من فلسطين انت تامر. فهذا جدا جدا مؤثر. And I keep talking about that لانه المشكله وانت قلتها اول شيء, الموسيقى يمكن حقتنا لا تعكس الواقع اللي بيصير في الأرض. فالمشكلة هنا, وهذه المشكلة مع الشركات الكبيرة. أنا كحسان I deal a lot with media وما أعرف فين أنتو فين نحن. والمشكلة الكبرى لما يوصل مثلا موضوع الراب العربي ويصير فيه disses وبيفس ويطلع الأرقام قوية, أنا بيجيني اتصال. I'm not saying I am the gatekeeper, بس أنا لأنه في الإعلام هنا, حسان دول الشباب حقونك أنت شاطرين بس في الدسات والكلام البذيء. I'm like, أوكي ما تكلمتوا لما سوى 1, 2, 3, 4 ما تكلم. فسؤالي لك أنت, إيش رأيك بحركة الراب العربي الآن كتامر نفار؟ أنا كتير بحبها وكتير فخور فيها, كتير beyond 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 يعني. كل شيء بحبه بسمعه وكل شيء بشم فيه potential ببتسم. it's like dude طلع إيش طلع يعني. sorry بس يعني إنه ما كانوش شايفيننا من متر زمان. أيوة. وكمان كانوش شايفيننا من متر. وأنا سعيد وفخور وبمبسط كتير. حد ما بلغي منافستي. Yeah, I was gonna say that. No. ما بلغي منافستي. Yeah.
بس بسعدني انه انت فاهم تعطي بروبورشنز. اول شيء نيابي جاهزه ومخلبي جاهزه ام ريدي يعني هذا على جنب. هلا شفت توباكاليبس ولا مش توباكاليبس؟ هذا على شمالك على يمينك. بس اقول لك هلا ليش انا متاثر من اللي بيصير. ليه متاثر؟ انه اوكي حتى لما المنافسه اشوف غيري عم بيجيب ملايين اكثر مني وين 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 بتوزع. حسان لما بلشنا اخوي كنا مرات نقعد 10 دقائق نفسر ايش يعني راب للناس. فاهم؟ we still get it now. اشرح لنا ما هو الراب. بس هلا على القليله هم بيسالوك ايش هذا الراب. أيوة مش أيوة. هم بعمل راب ايش هذا. اوكي فاهم؟ Yeah, this is موضوع. من now, وشم. It's a tattoo. Facts. People can ask you now, what is this tattoo? It's okay, but it's a tattoo. خلصنا. فكمان تيجي من الأول وتحكي وتفسر وفيش من يعمل production وتروح عند واحد اللي بيعمل إعراس وتروح لواحد اللي بيسجل بعرفش يعمل mix من غير بيز. كل اللا شيء هذا اللي اشتغلنا معاه صدر لي اليوم عندك هلا واحنا قاعدين. بقدر دورجيك ايش المانجر تبعي بعت لي قبل شوي. تامر في واحد حضر مقابلتك مع بس ناو مع البودكاست وسمعك بتحكي عن مولتي سيلبلز. هو رابر جديد وبحب يعرف ايش هذا فاهم. فشوف قديش الاشي صار هناك. واليوم عندك الاوتوتون. واليوم عندك الميلوديز. واليوم عندك الفيديوز. سوري اليوم ارقام بمصر الراب even if it's commercial. سيب قضية مش قضية. عم بيجيبوا اكتر من عمرو دياب. I mean Wigs was the most streamed artist في مصر. I mean last year he took over عمرو دياب. مش هيب هوب artist يعني في مصر. فاهم؟ فمن هون من هناك لهون it's بتعرف في ملان تفسير ايش هلا بيصير. يعني مثلا تعال نقول هلا في شركه تلفونات اتصالات. زمان لما كنا بدنا شركه تدعمنا يكونوا تعطي البدلات بس الصغار اللي كانوا يسمعونا اليوم قاعدين على الطاولات بالشركات الكبيره and they are bringing the, they are changing heroes. فبالصوره الكبيره I'm very proud وكمان بالذات بالراب الفلسطيني. عم إنه ما بدي الشامي. Okay. ما بدي هالقيتة مصر بحب ولكن مصر is an industry. Now it is. Industry. Yeah. بس الهيب هوب لا أي فنان. صح. في عندك شركات إنتاج، عندك من يعمل لك فيديوز، عندك منها ورجيني رابر مسخم من سوري كلمة مسخم عندنا بنستعملها إحنا غير I'm sorry if it's غلط. What is مسخم؟ عندنا بالليد رابر مسخم يعني أعزل يعني ما معوش شيء. أوكي يا أوكي. بالشمال لما أقولها بقولوا لي لا مش حلوة هالكلمة. فأنيوي رابر ورجيني رابر شامي إن كان من سوريا ولا من فلسطين من غير ولا شيء من غير إندستري لسه فيش إندستري. فيش سوريا عشان تعطي شركات سورية. فيش فلسطين عشان تعطيك شركات فلسطينية. فإحنا الفيديوز اللي بنعملهم كلهم it's like a group مش إنه فاهم. والمغرب بديش أحكي إنه هم من شوف كيف هم من لا you know what we are inspired we're gonna get there. تعال نقول هيك. فبقول بكل العالم العربي أنا فخور بالهيب هوب ولكن أنا بعدني فخور بالراب الشامي إنه من العدم ما زال ينتج وينتج وينتج. هذا مش مفهوم ضمنه. Yeah no facts. تعرف تامر so Middle East North Africa يعني الراب العربي الآن صار له منحة. يعني مثلا في بلاد الشام يقول لك إنه التركيز أكثر على الكتابة stereotype أنا بقول لك you know and then في الخليج عندك مثلاً GCC لا it's more about هياط وسلف وأنا وما أعرف إيش. في المغرب العربي it's a social community situation. في مصر والسودان كمان طالع so yeah I'm صراحة I'm not a big fan of naming each one. بس المشكلة بتصير إنه
الراب العربي الآن صار عنده قوة. يعني أنا شغال مع المنصات هذه إن كانت أنغامي، سبوتيفاي، أبل ميوزك، whatever الشركات، صار في دحين فتحت العيون، أوف منجيب أرقام، أوف في كلام، أوف الشعب بيردد إيش بيقول الرابر، you know، واو وبيستغربوا. هل أنت مستغرب من إنه الراب العربي الآن بأقوى يعني حللوا؟ لا لا، مثل ما قلتها مرة كنا بجل نفس اللي قلتها قبل شوي، كنا بجلسة مرة وواحد مع بدلة وش بعرابة فهمش، أنا أولادي بيسمعوكم، قال أولادي بيسمعوا بس أنا ما بعرفش ويك ويك ويك، أنا خلاص ما زبطتش الجلسة وأنا مروح. قلت يعني إنه طب ما هو رح يعلم ابنه البزنس وابنه رح يروح ويقعد محله بالبزنس، and we are his heroes، راب رح يكون هناك، it's الناس لها تتغير. هلا انا مش داخل لسه بالنقاط تبعت كوميرشلايزنج والخنزره تبعت الشركات، بعدني مش داخل هناك، انا مش هذا الموضوع. بس انا بفكر انه الراب is very interesting. انا بفكر بالاخص عندنا عند العرب، عم انه العرب كان عرب اكثر شعب ما في علاقه ما بين الشاشه وبين الـ 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 وبين الـ الواقع، دائما الشاشة جميلة عندنا، فاهم؟ بشبهها أنا بزي عيلة معنفة يعني. بس هذا كلام يا جوهد، صح صح، بضربها بالبيت بس لبرا طن مكياج عشان يغطي الشغلات. احنا هيك، احنا كنت تشوف يا زلمة، تروح تشوف الجوع بالبلدان العربية، تيجي تشوف التكسير هناك والفقر والخماج الاجتماعي كله، وفجأة بالتلفزيون كليبات تقول إحنا أوروبا. فالديستانس بين التنين، أيوة، إشي ما كان إشي قوي يمسكهم، وش والناس بطلت تصدق. أنا بحب عمرو دياب، I respect هالليجسي وكله، بس بطلت تصدق هاي الأشياء. بتعرف شو بنت الجيران؟ مش كلمات بنت الجيران، مش كلمات، مش ليريك. إذا بدك تحكي عن كلمات راب بس it's more شعبي و more real than facts. I think وهذا اللي يعني هذا اللي صار الآن. I think مثلا في أغنية يعني في عدة يعني في أغنية في 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 أغاني بتأثر وفي أغاني بتعكس الواقع، بس لما الأغنية نفسها هذه اللي بتعكس الواقع تضرب، بيصير الشعب عامة يفتح هنا this is the I think هذه المشكلة الكبيرة يعني اللي كنا نواجهها كفي الراب العربي، لأنه يقول لك ما حد بيسمع، ولكن الآن بيسمعوا إن كان في مصر إن كان ما شاء الله في ناس زيك وزي اللي إحنا كنا شفنا الموفمنت بتكبر شوي. Oh yeah. Maybe we are shocked إنه هيك كبر، بس إنه إذا بتطلع على وراء إحنا كلنا بكل حدث صار إيش وإيش. لا مثلا أغنية ويجز منحوس، right? I don't know, I'm sure you heard it. بس الأغنية هذه بتتكلم على مثلا جين معين من they feel cursed, feel misunderstood. فأنت لو عمرك 15 17 16 سنة وعايش في هذه الدوامة و this guy is saying أنا منحوس، I'm like yeah I love this guy, yeah he's this is me. ف بس هذه كبرت يعني ال, you know the self expression كبر and yeah no I hear you totally. تامر حابب بس اسالك عن بعض الاغاني if you don't mind and we dive into it شويه. And the first song انا صراحه I want to talk about is سلام يا صاحبي. قلت لك off air انه this song reminds me a lot of One Mic Nas. لما تقرأ عن أغنية One Mic وناس تقرأ أنه هي أغنية عن الباور، أغنية عن reflecting أنه كيف in the neighborhood كيف كانت، بيعكس واقع. ناس is a great storyteller وبيعكس واقع. أنت for you and سلام يا صاحبي، يعني and the last bar got me crying. I cry. خلال لما كتبت هذه الأغنية أنت، إيش الصعوبة اللي واجهتها تقنياً emotionally when you're writing؟ عم بحاول أول شيء لما أنت بتقول one mic عم بيجيني flashbacks، عم بحاول أفكر إذا دخلت على الاستوديو لما اشتغلنا على الموسيقى عشان موضوع أنت الدرامز تفوت وأنت الدرامز تطلع عشان ب one mic. Oh yeah 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 yeah. صح. أنا ليا exactly see that's why I like you because ال musically وlyrically بيتشابهوا. الميوزيكلي الوان مايك نعرف كيف كلها بتبدأ،
You know, my Nas جاء على دبي من 3 سنوات. I had the pleasure of seeing him face to face. What a guy! And he performed كل الأغاني نحبها, and he performed this song, and it was so unreal. يعني to watch it صراحة. فالرحلة الموسيقية production wise والكلمات, I relate a lot to سلام يا صاحبي لواقعك أنت. أنت ما بتتكلم على واقع في نيويورك أو واقع في LA, تكلم على أنت فين عايش كعربي فلسطيني. هي كانت صراع جدا قوي براسي, إنه بدي أغني عن الواقع, بس I'm not a reporter. زهقت أضلني أغني عن الواقع. يعني أنا بدي, يعني إنه لو في شيء هذا الواقع يعني أنا رح أبطل أكتب وأبدع. يعني فمتذكر وقتها إنه أوكي تعال نجرب نأخذ الواقع ونخلق عليه قصة مش حقيقية. فاللي عملته بالآخر أخذت 3 شخصيات حقيقية من حياتي and I combined them into one. اوكي فما اخذت اول شيء, في عندي صاحب اللي مات, that's it. هذا he's the ending, he got shot, هذا الاندينج, هو الوحيد, هو الاندينج, هذا مات. في عندي ابن خالي طخوه واخذ للامبولانس انطخ, حياتك ما بكذب, حياتها النور ما بكذب, انطخ بالباركينج تبعت البوليس واخذ لهم 45 دقيقه يجوا عشان كذا البار حق الامبولانس الاسعاف اولي وانتم ايوه yeah. فهذا ابن خالي, هو عايش, اخذ 9 شوتس. لو انه بنيويورك كان 50 سنت العربي هنا اي جت 9 شوتس ضلوا عايش يعني. فالويتنج للامبولانس اخذتها منه فحطيتها مع هذاك. وفي عندي صاحب اللي برايي لو كان رابر كان بيكون اجمد بانش لاينر, هي واز سو فوكينج فاني, هو كان دراج ديلر, هي واز كويك, كان بضحك, كان جوابه دائما جاهز ودائما وورد بلايز, يعني بيعرفش يعني هيب هوب, هي بتعرفش انجليزي حتى, بس دائما عنده وورد بلايز يعني, ولساته عايش فاخذت البيرسوناليتي تاعته. واو. فذاتس هون عشان انا اخذت قرار انه تعبت اشوف عنصريه واكتب كلمه عنصريه. انا مش ريبورتر, تعبت اي وانا كرييت. فمن هون اجى, هاي هي الفكره تاعتها سلام يا صاحبي, القصه اللي تسلسلت يعني. وعندي شيء غريب, عندي انا جبت لا مش عارف ايش مهم ميوزيكلي, بس انه الدرمز عندي بالاغنيه بس بالفيرس الثاني. صح. بالعمدا ليه عاملينه بالفيرس الثاني, في امل جيبوا الامبولانس احملوه يعني there's hope. ففجاه like it's يعني زي اللي فجاه his heart is beating. البيت الثالث خلاص let go. قيم الدرمز it's not a heartbeat, خلاص البني ادم is gone يعني, فاهم؟ واو. هذه سلام يا صاحبي. هيك emotionally كان هل كانت صعبة even though أنت you combine these three people مع بعض, بس كتابة هل كانت صعبة لك ولا لا؟ مرات أنا كتير عندي delay بالemotion I'm very emotion with the pen, بس إنه يعني مرات يعني أنا متذكر لما ما أول مرة عملتها بالrehearsing room مع ميسا وهدولا عينين ميسا وهدولا كيف يعني هذا yeah. فهمت إنه I got emotional من الreactions مش من ال for me I was so busy with تأسف يعني أقولها مع الدبل رايمز ومع كيف يجي yeah. والبانش لاينز والإنه إنه يعني تأسف يعني إنه في عندي هناك تامر هل do you shock yourself, هل بتعطي شوك لتامر sometimes؟ بس بالرياكشنز تبعت الناس انا بفهمش ايش غير الرياكشن. بس مثلا انت بتقول لي قديش ايموشنال, بس انا متذكر في عندي هناك جمله بقول له 9+9 يساوي 18, قلت له جيب لي 90 بطلع لك ام 16, واذا سال هل دارس المسرحيه قلت له بعرف شكسبير بس بعرف كم تاجر بندقيه yeah. يعني لما كتبتها my emotions was like damn that's nice yeah, I hear you. Yeah. Oh, لما بعرضها بس كم مرة بقول لك الإيموشنز عندي مرة تجيب ديلي. أنا كل مرة اليوم بعرضها بمسك دموعي. عم إنه أنا بشوف ولاد عمرهم 5. في عندي فيديو حطيته المرة ديك ولد عمره 5 سنين بعرفش إيش يعني كرايم.
and he's like كل كلمة و... وبقول لك كان بالشو مش متذكر وين كان الشو كان 5000 بني آدم أنا عيني عليه و... فهم فهون الإيموشنز تاوتي بيجوا من ال من الرياكشنز أكتر. Sorry, I'm asking you all these personal questions, but did you learn إنه to let the emotions go شوية خاصة يعني بعد يعني وفاة مثلا الوالد أو after everything أنت you've been through do you learn to let go ولا لسه في ال... No, you don't learn, you get help. تأخذ مساعدة. تأخذ مساعدة. تروح عند حد تقعد مع they call them a shrink يعني and you just تحكي بتحكي يعني أنا بس تعيش فيها هاي يعني wow. يعني في مقابلات لجيزي بيحكي على الشرينك yes. yeah. it's بيخلوا بالبرسبكتيف بحطوا أشياء بالبرسبكتيف و it's just وما هو ليش الواحد بدوش يروح بالأول you don't wanna deal with these things عشانك yeah. بتخاف إنه إذا بخدوا لك الغضب والأنجر هذا you will not write anymore that's بس باللحظة اللي الواحد بيفهم إنه anger and drama it's not my talent this is not my talent يعني هذا مش okay هذا inspired me هذا spiced me هذا عمل لي بس إذا يعني سوري إذا بكرة تحررت فلسطين معناها الهيب هوب الفلسطيني مش موجود no fuck no نفكر هيك ممنوع نفكر إيش معناها يعني معناها إذا بكرة تتحرر فلسطين أول ناس راح يمتنعوا من الرابرز like استنى شوي no we won لا هو الخوف بالتمسك بشغلات قديمة بس إنه how أنا بشكل شخصي بقولها ولا كل إنسان بقولها help is the best get help يعني that's wow okay well thank you for that So again, just to confirm, Salami يا صاحبي, is it difficult for you to perform? يعني صعبة to perform على المسرح؟ لا خلاص بيصير لا يعني مثلا أنت الطفل اللي شفته أو you know you connect with that كل مرة يمكن يجيك experience جديدة سلامي يا صاحبي لا مسا عندي أغنية تانية اللي هاي مرات بدمع يعني Which one? ما طلعتش اوه ما طلعتش اسمها كرسي It's... عندك ساعتين تسمع كرسي اسمها الكرسي When is this out? It's I need to find time and record انا ملخبط شوي so I need to find time and record عندي ملان اشياء لازم اسجلها طيب without giving away too much ليش صعبة عندنا احنا it's not giving away too much عندنا احنا اضطر أكيد يعني أنت عربي وكمان أنت من منطقة اللي هي يعني اضطر موجود اضطر أوكي وعندنا مثلاً إذا موجودة هاي العادة إذا عائلة من هاي العائلة قتلوا حد من هذا العائلة كيف بنعرف إذا هاي العائلة بدهم يأخذوا بالطائر أو ما يأخذوا بالطائر بنروح عندهم وإذا حاطين كراسي إيش بتقولوا بيت أجر ولا عزة إيش بتقولوا لما راح بدك تعزي بيت أجر بيت عزة عزة إيه أيوة عزة. إذا حاطين كراسي فهم بيقولوا تعالوا عزونا وخلصنا القصة إذا مش حاطين كراسي that's a statement إنه we are gonna get revenge محدش يحكي معنا و 99.999 إذا مش 100% حب يموت بالبلد بتصل لصاحبي أجي بقول استنى شوي بقول لا تجيش فيش كراسي فاهم فهي كلها واقفة على كرسي كلها واقفة على كرسي فعملت أغنية على الكراسي إنه قديش بكره الكراسي wow. بكره الكراسي هيك while writing the song فهمت ليش أنا بكره الكرسي it just took me to my father and the wheelchair just the whole song took me there فهم without even fucking knowing واو wow. يعني من بدأت من هنا yeah. ده حتى روحت وبكره يعني مش هعطي كتير بس يعني كرسي عيد ميلادي أكتر كرسي بكره وأنا تطفيش شمعاتي تحملنيش مش جاهز أطلع على السماء عمري 40 ومش عارف شو بدي أصير لما أكبر أنا بس أني anyway, وهيك هيك بس إنه while writing I was like dude الأغنية هاي مش political في كتير political هناك الأغنية هاي مش على الرايمز it's you have an issue with the كراسي you have, yeah it's just
ففجأة هيك لما طلعت I was like wow فاهم. فهاي الأغنية دائما بتاخدني when I perform it I always like لما أوصل المقطع هذا I go man wow لا I can't wait. وإذا أنتم بتحضرون الآن you know please pressure Tamer to release it. يلا بالتوفيق. Any timeline for this song ولا لا يعني؟ لا عم إنه هذا الإي بي بالعربي عامله بمزاجي. أنا ملزم لإي بي غير اللي لازم يخلص ينتهي and بعدين off the record زلنا شوية وقت بشاركك بالشغلات. بس هذا أكتر من passion عم بكتبه هيك. تامر أوكي كمان في شوية أسئلة من الجمهور حابب أسألك هي بس جوني ماشي man you don't understand هذه الأغنية أكثر الأسئلة على هذه الأغنية. أوكي أول شيء for Johnny ماشي how long كيف كم أخذتك وقت تكتب عليها؟ كيف جات الإنسبيريشن؟ لأنه it's one fucking dope track. أجاني إنه dude I need بدي إشي fun وبضحك and come on خلاص تكون مش تحطوني بالدراما وكمان بدي أكون ميلوديك هنا كتير ميلوديك أجت الميلوديا. جوني ماشي it's a reference to Johnny Walker الويسكي. مش as a drinking thing as much as it's as an escaping reality يعني. صح. جوني ماشي وأنا ماشي معاه نص الكاس الملان أشربتها من زمان في الشي هوب anymore خلاص. That's my favorite line. Yeah, فمن هون أجت وكتير كنت حابب أحلل مجتمعنا بالداخل اللي بالداخل يعني اللي في كتير أشياء منيحة وطيبة بس في كتير أشياء هيبوكريت كمان. فكان جعبالي أفكفك العالم هذا و you know just to make fun of it يعني مش أكتر ولا أقل هذا هو. و yeah no shout out to حتى ال يعني شفت الفيديو اللي تسوى how many videos you guys received عشان تسوى هذا الكومبيليشن؟ 28 كونسرت. No sorry إشي كان إنسين. أول شيء اللي عمل الفيديو هو اسكندر قبطي. شارت اسكندر. اسكندر قبطي اللي بيعرفوش عمل فيلم عجمي أول فيلم لإنه and he was nominated for the Oscars. الفيلم هذا عجمي. It's on YouTube يحضروه. Mad. هنحط لينك داون. Yeah. اللي هاي فكرة اسكندر. حكاني مرة اسمع اسكندر عمل لنا كمان فيديو كليب قولي من أنت. وقت فيديو كليب قولي من أنت قال لي اسمع عندي فكرة. الناس بتصور بالتلفونات it's not gonna cost you anything ورح تعطي كريدت لكتير ناس لما عندك أغنية احكي معي. ولا اسكندر بعد 3 سنين بتصله بقول له اسكندر بدي تعمل لي فيديو قال لي أنا كتير مش فاضي قلت له خلينا بعت لك الأغنية بعت له الأغنية بقول لي اسمع تلفونات زي ما قلنا I'm with you. الفكرة تاعتها إنه كان عندي تور مش طبيعي فلسطين أوروبا كندا أمريكا شهر wow. بنحكي قريب 26 عرض أوكي 26 عرض وكل عرض كنت أطلع يعني نطلع نعمل العرض نطلب من الناس يصوروا بالعرض أيوة يصوروا بالعرض ويبعتوا لنا that's it. وهنا إحنا عملنا المونتاج يعني that's it. It didn't cost anything. It's just فكرة عبقرية من إسكندر. I had nothing to do with it. لا أيوة بس if you watch the video which we'll link below it's not here. مش مسألة it's the sinking the idea كيف it's like I heard you talk one day about it. It's like a puzzle. صراحة البازل هذه رهيبة. هذا إسكندر أخوي. أنا لما قال لي الفكرة أنا كنت مفكر عرض هيفا خلاص يجي بعده عرض أنا هاي اللي كان براسي فما بعت لي أوكي هيك أصدق يعني إذا حبين الفيديو I had nothing to do with creativity هناك ولا شيء تامر أوكي do you have 10 more minutes بس عشان to go through some questions or you know طيب أوكي طيب هذه هي بعض الأسئلة من الجمهور أنا عندي كمان سؤالين بعدين و يعطيك ألف عافية. طيب let's see right here. في أسئلة في سؤال خليني بس أشوف في سؤال جاني المهم أوكي let's see لما قابلت رزا والشباب طلبت أوكي did you ever ask for a feature from them? طبعا it's from برغوتي really? yeah
طبعا. اوكي. They ask for money. Pharaoh Munch as well. Pharaoh Munch. Pharaoh Munch أكتر رابر underrated بالعالم. Facts. Just insane كيف هذا ما just. I mean, if you're talking شوية underrated, I think Black Thought is very underrated, and he's. كمان Black Thought بس في سبب بعرف ليش Black Thought. أيوه. We know what. Side of a group يعني فاهم. He's the roots فاهم. بس أنا Black أكيد. بس Pharaoh Munch bro يعني بوكل يعني اسمع لما عملنا معاه عرض بلندن كان هو وديد بريز. البني آدم قعد معنا تحت قعدنا نشرب. البني آدم was hypnotized. البني آدم مش فاهم إنه في ناس من إنه في رابر من فلسطين حافظ كل his lyrics. فاهم. Pharaoh Munch يعني led me بكتير أوقات بحياتي بس lyrics flow insane. Anyways طبعاً قعدنا وضحكنا وكله ودا دا 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 and I got the guts to ask for a feature and it was like the money thing. Okay. Industry بشكل. Yeah. أيمن شلودي إيش رأيك بأبي يوسف من مصر؟ كتير بحب البانش لاينز تاوته. I think he's one of my favorites. يعني هو ما I don't think إنه هو بيعمل politics أو أشياء اللي هي he's strictly battle rapper I think. Sorry إذا ما بعرف. بس يعني he's like rhyming تبعه rhyming skills insane وبضحكني like he's actually he's one of my best punchliners يعني. صح. اوكي هذا السؤال صراحة تكرر أكثر من مرة ما أعرف إذا تبغى تجاوب عليه. S_W_Dight كيف حملة الجنسية الإسرائيلية كيف حامل الجنسية الإسرائيلية كون أراضي الداخل المحتل تتصادم مع هوية الفلسطينية؟ الهوية الإسرائيلية هذا واقع والهوية الفلسطينية هذا الستيتمنت تاعنا وهذا هويتنا وهي روحنا يعني مش من منطلق الباتريوتزم ولا هذا من منطلق تبع الكيان تاعنا يعني. Yeah. Let's see right here. Okay, في رابر في مصر اسمه مروان بابلو. في كثير ناس كمان جاني اكثر من مسجز انه يشوفوا انه انتوا الاثنين بتسووا يعني فيتشر جدا قوي. Now, before answering this, انت كيف تطالع على الفيتشر الان بهذه النقطه في حياتك؟ When someone approaches you. لاول مره بحياتي كثير open minded للفيتشر. هذا ايش اللي انا يعني تنساش أنا طول حياتي مع دام. Yes. فبالنسبة لي دائما أنا مع ناس. فلما بعمل solo I was so like هذا لا بس أنا بديش I don't wanna part بديش أشارك حد. ولكن بآخر سنتين يعني صرت أعمل مع البيكسام ثلاثة مع السينابتيك واحدة مع سلام. مودي. مودي. فيعني أنا كتير open minded بالفيتشر بالعكس وحتى يمكن هاي أول سنة هاي I'm offering others to do a feature يعني كمان يعني. مش من باب النرجسية بس من باب إنه كنت مع فرقة وكنت بدي سبيس تاعي بس لا طبعا كتير open minded بحب الفيتشرز كمان يعني قصدي إنه إيش اللي يلفت انتباه تامر بالفيتشر is it what the guy what the rapper stands for is it rhythm flow is it الموضوع حق الأغنية كله يعني مش رح أعمل أغنية مع رابر برو إسرائيل إذا الفلو تبعه زي إمينيم ومش راح اعمل راب مع واحد اللي هو فلسطيني 100% بس الفلو تبعه خرا it's everything going back to فلسطين انت كلامك يعني هذا اكيد مهم هنا مين الرابرز اللي بيسمعونا الان مين الرابرز في فلسطين اللي انت كتامر you think they're like they carry command the torch right now اللي موجودين برو بلاتنوم حارقين كل الدنيا مالك إن الضبور رقم واحد الأكثر انتشاراً. Yeah. You go, bro, and it's insane. مش بس هو يعني هو والموفمنت تبعت بلاتنوم is very something يعني اللي بيخليك تطلع بتقول this is inspiring يعني فاهم؟ يعني في إشي هناك عم بيصير الفيديوز the way they come the movement the sound. هل صار في حديث بينكم أنتوا يعني تحدثتوا عن هذا الموضوع تكلمتوا؟ كايش لعب للكائنة بكاكاش اسمه يعني طبور كان معي طلع انت كنت معنا ما انت باللايف لا يس 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 يا كان باللايف شاب جديد بس شفته بش اسمه كنا كنت اصور فيديو كليب بالمنطقة هناك and he came and he's such a nice guy يعني وقعدنا هيك شيء هذا
بس بفكر هذا اللي بيعملوه is very كمان إذا تسمع الأغاني بتقول الأغاني مش commercial بس دود الإمباكت is so commercial كمان الإمباكت كيلو فاهم مش فبس طبعا مين كمان بيك سام موجود عندنا اليوم عم بحرق الأخضر واليابس كمان تعاملك مع بيك سام يعني إنه سويته أكثر من أغنية maybe tell me more إنه إيش اللي بتحبه أنت في بيك سام يعني I know that you're a fan of بيك سام أبو كلثوم but for بيك سام يعني إيش اللي يميز بيك سام لك بيك سام متذكرها منيح وقتها كنت منزل أغنية كتير كوميرشال اسمها سولو مع هيثم الشومالي سولو يا سولو بعد عملت كمان إشي كتير كوميرشال يعني إشي اللي أفكر إنه الراب بحبوش بس it was very مهم لإلي أكثر أشياء تنوع أنا بحب تنوع صح صح فجأة ببعت لي بيك سام شاب اسمه بيك سام ما كنت أعرف الصراحة بعت لي إنه بده ياني بأغنية اسمها مناقيش للألبوم تبعه and it was produced by بوكلثوم إذا أنا مش yes. yeah. صح؟ وبعت لي البيت والبيت كان كتير old school وبعيد عن الأشياء اللي بعمله I was like سمعتها وقلت تعرف شو I fucking miss that هذا من النوع اللي بدي أضرب بارز بدي أخبط punch lines yeah. I went crazy with the punch lines. I just سمعت الأغنية يعني كتير word plays. لا رهيب. أجاني بفترة اللي كنت محتاج شوية old school هيك يعني. It's just تعرف. Wow, good time. لا and the reason why I'm saying that is because أنت your involvement معهم مع دول rappers مهم يعني I know Sam a big Sam يعني looks up to you وأنت كنت inspiration ففي في rappers اللي زي كده في rappers اللي هم كمان it's an honor for you to work with them. فشيء جدا جميل صراحة إنه أنت يعني you're open to that. That's amazing. That's really amazing. Big up. طيب بيان art وجود تامر في مجتمع معارض لفكرة الحرية في الفن ماذا يسبب له وكيف يتعامل معه إضافة لوجود مشاكل عدم تقبل الآخر. يا ساتر. يعني I'm still scarred. تلا في مجتمعنا العربي فيه فئات جدا صعبة اللي هي بتفرض معتقداتها على الجميع وبتنجح بكتير الحالات يعني yeah. اللي هي يعني ممكن بتكون تعرف بتكون هي زي هي نفسها عقلية هذا اللي بدوش يترك الكرسي يعني كرسي الحكم yeah. نفس العقلية هذا it's the same يعني وأنا أكثر إنسان اللي هو كنت بقول أكثر فنان اللي هو دائماً ينتقدونه وبيحاولوا إنهم يلغوا عروضه بينجحوا أحياناً ولكن أنا بدي أحكي على الشغلة نص الكاس الملانة اللي بعدني ما شربتهاش نص الكاس الملانة إنه على سبيل المثال امبارح كان عندي عرض بسخنين وكان في ضغط وتهديد وتحريض لإلغاء العرض وكل اللي كان محتاجه إنه رئيس البلدية يوقف يقول تامر ابن شعبنا وابن وطننا وبدوش يجي يحضر ما يجيش تامر جاي فهنا بتصير تقلب الآية كلها فهنا بتحس كمان انت كمان سبورت و it's fun it's كتير منيح ان الواحد ما تفوتش الباتلز لحالك كمان فهم؟ وبظهرك هيك فمبارح روحت على عرض اوكي كان كتير امن كتير سيكوريتي كتير هذا تعودنا يعني مش مشكلة بس حب الجمهور حطيت فيديو الصبح محطوط تقدر تفوتوا عندي على الانستغرام yeah. الجواب هو السؤال هذا على الناس اللي بتنتقد هي اللي بتمتص الاشياء والرياكشن تبع الجمهور هاي الشغلات اللي بتشحن بالاخر مش بس عندنا على فكره شوف ايش عملوا بمشروع ليلى yes. شوف ايش عملوا بكمان بفنانين المهرجانات بتحبها وبتحبهاش مش مشكلة تحبها وبتحبهاش كمان إيش عملوهم يمنعوهم من هون ومن هون في لما جيل معين يحس تهديد على أشياء قريبة عليها فعندك yeah. خطين يا تدعم وتقول أنا بدي أقعد وأنت وأكون لك كرسي يا بدك تخبص وتكسر man wow yeah
Look, mashallah, I think a lot of questions came, but I think we answered them through. Two questions here. And I don't believe in lists, top five lists or top 10 lists. بس أبغى أسمع منك خمس أسماء أنت تحب تسمع لهم. They inspire you in rap, generally. International, يعني, you know, American, European, whatever. خمسة أنت تسمع لهم. تامر نفار. غير ترتيب من غير ترتيب Talk, Big, Eminem. Okay. Nas. يو عم بتصعب لي تركت أندري تركت أندري yeah. أندري is a rapper's rapper. جاي كول وكله I'm a shock you. I'm gonna go with Kanye. Oh, I'm shocked. Yeah, Kanye, huh? Controversial. Yeah. Man. طيب بالوطن العربي. Let's do some problems. لا مش راح تعمل مشاكل. Again, it's not top. It's who you listen to. مين اللي أنت تسمع له. Yeah, yeah. I think الجريري. محمود الجريري. And then بفكر محمود ببعث لي lyrics. بقول له man it doesn't rhyme. بس اسمعها بقول له how the fuck did it rhyme? مش فاهم. Yeah, he's sick. He's sick. مش هقول هذا أقول بلاتنوم اوكي بس بعد السيارة اوكي respect what they do عليت بأبي يوسف فترة I enjoy him a lot أبي يوسف واو make me laugh and the syllables عنده مجنونة كمان التكنيكاليتيز كتير بحياة yes بو طبعا بو كلثوم That's a dope list. Arabi, maybe you add the English, maybe to help you out. I'm gonna go with Ta'an coming. I'll have it. Okay. I'm sure I'll have it. No, look, it is tough, but yeah, you know, I'm thinking. هدول اللي بسمعهم يعني هدول اللي بسمعهم يعني اللي they make sense to me اللي بدخلوا لي اليوم بسمعهم يعني. You know, okay, مثلا أنا الآن متواجد في إمارات. Freak is a big fan of you. I know that. اسمع الفلو أنا بعت له إنه he's in my playlist. He's in my playlist. Freak. I'm not gonna be a hypocrite. ما تعمقت. اسمع أنا أقول لك كيف أنا بفريك أنا بعت له مرة مسج إنه I have him in my list يعني. Amazing. أنا الرابرز عندي هيك في كتير رابرز بسمعهم. ولكن you know what I think I have a fifth one هلا بقوله okay بس أنا بفكر إنه الإنسان لما أنا بفكر إنه في أنواع رابرز اللي بسمعهم okay I was like bang them in the car yeah كله wow بحط وفي أنواع رابرز اللي okay pause الليلة بسينا والولاد headphones facts فوت على lyrics yeah. and I can drive for 3 hours yes yeah يعني حتى ممكن إذا ما فهمت الجملة I might go and look for interviews and stuff. صح. جايز للخمسة I think it's gonna be doper than he thinks. Tell me. I'll go with Ilyam. Oh. Yes. يعني yeah. Wow. One of the best صراحة wordplay موجود الآن if not the best. يعني he's yeah. Yeah. شوف حتى الخمسة تسمع لهم أنت they summarize ليش أنت يعني بتحبهم. Amazing. Okay. ميسا ضو. Now, كدام, you guys did history. سويتوا شيء جدا كبير. الإكواجن changed مع الأديشن of ميسا. I think, in my opinion, it amplified وصار يعني just really eternal أكثر, you know, in my opinion. If ميسا is watching this, إذا بتحضرنا,
What do you tell ميسا؟ إيش الإمباكت حق ميسا؟ لك أنت، عليك أنت وعلى دب. ردي على الواتساب أسرع. Facts. My wife is like التلفون مش معاي، بحكي بالإنترفيو أمري. ميسا، ميسا تنساش أنا ومحمود سهيل جايين من خلفية ليركس. Yes. احنا كنا نيجي مع ال 16 bars ونطخ ونطخ ونطخ. We were all about the lyrics. ما بقول انه البيتس مش مهمة والتوزيع مش مهم والارينجمنت مش مهم. Yeah, but the contact bars. اه. ميسا اجت مع مدرسة موسيقى. مع ميسا عازفة، ميسا متعلمة موسيقى، ميسا متعلمة ساوند. فأشياء اللي بتمشي بيناتنا الرابرز هي ما كانتش تمشي عليها بالاستوديو. آه لا 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 not just the tones ده هذا ويعني كان عند كان على القليلة أنا على القليلة أنا بتحكي كتامر محمود يجاوب عن حاله بس على القليلة أنا كتامر كان عندي pattern flow إذا بدي أبلشه فإتس كنا إذا بلشته سريع مثلا لما أكون بردان أنا حفظت القابر ملكي موت مستني بيدي بطاني هي طرام الملي هذا أول 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 بار it's gonna end like this فهم؟ مع ميسا it's more challenging يعني عندك فوت لما أكون بردان لعبت القابر ملكي موت مستني بيدي بطاني هي طرام الملي أنا رموت بدان يعني break it break حتى إذا بتطلع على الليركس إذا بتطلع على الليركس كpattern شوف عندي من قبل كان يكون مكتوب هيك as a block yeah. as a هيك مع ميسا ممكن تكون البار هذا هيك البار هذا هيك البار يعني ولما أقولها ناقص كلمات كله بيفوت don't worry it's the musical تاعها did she challenge you تحديتك هي يعني عطتك هذا التحدي ولا ما عطتني التحدي ميسا لما أجت أنا يعني عندي كل أسبوع أنا يعني هلأ بستنى أنا وميسا نلاقي وقت she's gonna come to our house نقعد هي رح تستعيني هي بدها تستعيني بأكمل ليركس وأشياء وبعدين بنقعد أكمل إشي بسمعها كتير ملوديز عملتهم ومن الأول هي بتقول لي هاي رح تشتغل هاي هاي مش لقيت she knows let's go here let's not go there she's يعني adding يعني having ميسا في دم إيش ضافت لي للليجاسي حق دام الكاريزما تاعتها ميسا ميسا شي كان هاندل ذا ستيج ميسا متعلمة مسرح وميسا بنت الليجندري سليم ضو سليم ضو من اول واكبر ممثلين فلسطينيين موجودين وريسبكت يعني يعني انا بعرف دائما ميسا بتحكي القصة انه هي كانت صغيرة تحضرنا انا yes. كنت صغيرة تحضر ابوها واو فا اتس فول سيركل ما شاء الله قطع yeah. المسرح الكاريزما the way she handled the vocals الميلوديز it's just yeah wow yeah no thank you for that سؤال نعم سوري كمان إشي صغير تنساش إنه إحنا طول الوقت كنا نحكي feminism yes and it's different when it comes from a woman oh yeah 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 فاهم إنه في أشياء لما كنا نكتب الألبوم كنا نكتبها كإحنا كذكور نفكر إنه feminist وهي تطلع علينا هيك إيش لأعرف هذا؟ واو. نو بس هذا اندل على شيء كمان دل إنه yeah I think it was educational for them and it was legacy حق them يعني yeah 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 she has a very amazing stage presence وطريقة أدائها you know yeah she's fierce ما شاء الله. Junction 48. فخور فيك أنا صراحة إنه أنت إنه دخلت في هذه التجربة. I guess people can go watch it and see it and all that. بس سؤالين إيش الصعوبة اللي واجهتها وإيش تعلمت من Junction 48؟ الصعوبة يعني زي ما بتسأل واحد مش إحنا بنكتب أغاني. 3 دقايق 4 دقايق that's like what 3 verses yeah وهلا بدك تكتب almost 100 صفحة فهي نفس الصعوبة اللي بيسألوها لواحد اللي هو متعود يعمل مسابقة تبعت 100 متر وفجأة بده يعمل واحدة تبعت 6 ساعات ماراثون it's اللياقة الحرفية البدنية متعبة
يعني you have an amazing idea وبتفكر لا بدك تروح وبدك هذا فجأة بعد ثلاث صفحات is that's what I can هذا هو اللي بقدر عليه خلاص now I don't have that بقدرش أرمح أرك أكتر من هيك I'm not used to it أنا متعود ل that's a piece of art لي هاي هالأغنية جاهزة the product is done شو 90 صفحة 100 صفحة شو يعني character development و... yeah وشو يعني إذا الكاركتر عملت هيك بالدقيقة الستين it doesn't make sense عشان بالدقيقة الخامسة هي عملت هيك it's just شو يعني كاركتر واو فهنا كنت محتاج مساعدة وأخذتها من أورين موذرمان he was nominated for the Oscars twice second بنيويورك على فيلم The Messenger تبع وودي هارلسون بعرفش إذا حضرته yes yes of course هو عمل فيلم هو كتب فيلم بوب ديلان اللي مثلوا في ريتشارد جير والسبع أشخاص واو that's the same guy يعني هو كتبها يعني. فهو واضح يعني البني آدم عمل الأوتوبيوغرافي تبعت بوب ديلان وأخذنا الإديتور تبع 8 مايل نفس اللي عمل إديتينج ل 8 مايل أخذناه فهو صار الريذم تبع الإشي فكمان مرة في شيء if you wanna be proud of me of something be proud of me because I always ask for help يعني I get that فهم بروح بطلب رهيب إيش تعلمت من هذه التجربة تامر أو إيه كل وقفتي على المسرح تغيرت. دي زدت الأكتينج صرت to appreciate أشياء زي فريدي ميركوري مثلاً. stage it's acting هذا ثياتر لإله. سوري بس إحنا الرابرز نفس ال فاهم أنا اليوم إذا بدي أوقف على المنصة وبأغنية معينة بدي أرفع الميكروفون هيك. For example, يعني if I wanna go there, it's calculated من ناحية الانترتينمنت تاعتي. شو استعرفش إذا بيبين يعني. I don't know if you can see it. Yeah. Oh yeah. فاهم إنه وين أمشي كيف هذا. You know بتعرف إيش ساعدني كمان بترتيب الأغاني. Really? كيف؟ It's you. أنت بتبني قصة بالشو. أيوة. There's a theme for the show. أيوة. بالضبط كيف تبلش أنت انطعت الانرجي and it doesn't all كنا دائما نمشي على التيمبو. تيمبو نخلي التيمبو صح لا في قصة واسمع أنا اليوم بعمل الشوز تعوتي ممكن توصل ساعة وخمسة وأربعين دقيقة ما شاء الله ساعة وخمسة وأربعين دقيقة and I allow myself أحط بيت وأحكي قصة زي ما بنحكي مع بعض and بيساعدك كتير بيساعد أنا شو بعد 2016 يمكن هذا الفيلم أنت تغير أسلوبك في الـ في الـ في الـ في at least perform it freed me أعطاني أكتر هيك يعني شو أقول لك يعني I don't mind if you go إذا الزمن رجع هل بتغير شيء بكيف تعاملك مع هذا الفيلم ولا لا لا أقول لك إشي ساعدني أتحرر من كتير أشياء الجماد يعني being serious برو بكرة بدك جوني ماشي انكتبت بعده فهم السوبر لانسر انكتبت من خلاله برو أنا هلأ بقدر أعمل لك سلام يا صاحبي you can cry بكرة بقدر أعمل لك أغنية زي lonely island أتهبل محمد الهنيدي I can just go fucking nuts I can dress as a woman وأتهبل يعني I don't give a fuck it just freed me just, wow just, فهم I feel يعني It's incredible. Man, الحديث معك والله لا يمل. بس إيش طموح تامر؟ يعني the next 5 years for تامر. أنت إيش شغال؟ I know you're working on an EP. شغال مع features. Big up to that. وتحية كبيرة لك صراحة إن أنت شغال مع ناس. تعرفنا على أسماء. بتدعم ناس. وشايفك على stories. وشايف كل الموضوع. وصراحة جس قبل ما أنهي في هذا اللقاء ما حبيت صراحة أدخل معك في سياسة وفلسطين وفلسطين في القلب نحن لسنا أحرار إلا إذا فلسطين حرة period done بس I see you I support you I salute you بس أنت إيش طموحك كتامر نفار إنه الطاقات هاي تبقى وتضلها يعني إيش هي تجيب بجيب اللي بستاهله بالآخر بس أنا بعد بالطاقات هاي أيو مثلا حتشتغل على فيلم تاني مثلا هل في مثلا هي عندي فيلم خلصته مثلت مين كاركتر وكمان حررني لعبت دور بيمب اللي بيجيب بنات من أمستردام it's just crazy role مجنون بيمب على الآخر I want يعني فاهم والمخرج قعد معي ثلاث ايام انه يطلع الرابر مني انه جسد يعني فاهم فايتس بيمب بلبس بينك وبلبس فيلم مجنون يعني
بس انه الكورونا اجت والفيلم ما طلعش. لازم هلا بتامل بعوده يطلعوا. يعني بكبير بقول لك بكتب كمان سيناريو، عم بكتب ثياتر بلاي. يس that's what I want to know. Theatrical play. Yes, theater play. و two EPs. واحدة مش مفهومة، أنا لسه مش فاهمها. منها زي الكرسي وهدولا. It's just هيك شخصي. واحدة أكتر firmed وواضحة وعندها deadlines وكله، وهاي بشاركك فيها offline بعدين يعني. من ما بدي أعطي تاريخ وألفاضي يعني. Tamer, you are incredible. Do you play basketball? Very random question. No, I play soccer. That's football. Okay. Soccer. أنت باسكت شوفك الفيديوز. I'm a basketball guy. سكها برو. So أفضل لاعب كرة قدم لك مين الآن؟ الآن ما بحضر. I don't watch it. I never watched it. I never watched it. Oh, okay. I used to be a professional soccer player, but I don't watch others. ماليش. I don't have. ما أقدر أقول لك البلول كل مارادونا أو بيلي. I don't watch it. يعني why you, watch you, other you people? You have fun? Footage of you playing football? لا وين يا ريت كان. بس يعني بحط كل يوم تنام نلعب فوتبول الشباب، بحط هناك مرات هبل يعني. Wow. God bless. That's my soccer. I see you. Yeah. يا جماعة الخير، نحن مهما يعني we spend time with Tamer. صراحة هذا كان اللقاء الأول، حيكون في عدة لقاءات تانية. Tamer شكرا لك ولوقتك. I know you're very busy. تحية لك، تحية للعائلة الكريمة. Shout out to you. Shout out to your persistence. كيف طريقة أنت إصرارك بتلهمني أنا، مع أنه أنا لست رابر ولا منتج ولا whatever. I'm just خدام الكوميونيتي، خدام السين. And you're one of the people اللي وجوده خلقني أنا in a way. الripple effect of it. في كتير ناس بدأوا راب عشان أنت، عشان الحركة اللي أنتوا كرابرز عرب بدأتوها. فأنا شكرا، كل شكر كبير لك تامر. Seriously. This is Tamer Nafar, this is Dam. Go follow them, you guys. ونقول لكم peace and love. ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أخوي. شكرا كثير.